انت مالك يا ابني؟ انت فيك ايه؟ ما تقول ليش مفيش؟ انت ابني وانا عارفاه. ايه يا حبيبي؟ احكي لي، ريح قلبي. هي كانت تعبانه من سنين، بس الفتره الاخرانيه دي جالها نزيف في المخ فجاه، وعلى اثر نقلناها على المستشفى. دخلت على طول في غيبوبه على طول تاني يوم، مده 10 ايام لغايه لما توفيت. اخر يوم ده على جهاز التنفس الصناعي، الدكاتره يقولوا نشيلها، قلت لهم لا، بس الحمد لله ربنا ما طولش عليها. يعني بعد ما اقترح عليا ان احنا نشيلها من اجهزه التنفس الصناعي، رفضت طبعا، قرار صعب جدا. ربنا ما طولش عليها، تاني يوم هي توفت. سمعنا عن بعض الفنانين قاموا بمساعدة حضرتك من النقابة. طبعا النقابة كلها على رأسهم طبعا دكتور أشرف، يعني ساعة وقفته معايا كانت من الأول، يعني مش من التعب الأخير ده اللي هي توفت فيه، لا، من سنين لما كانت تعبانة ما كانش بيسكت عليها في أي حاجة اللي هي عايزاه، كله كان بيتعمل الحقيقة. وقف معانا وقفة جامدة جدا، بشكره بصراحة جدا. هل الفنانة لبنى محمود وصيتك بأي حاجة قبل الوفاة؟ وصيتني على أحفادها لما أولادي، يعني بحبهم جدا، متعلقة بيهم جدا، عشان أنا بنتها الوحيدة، ف طبعا وصيتني عليهم ربنا يرحمهم. ربنا يرحمها. هل تضاربت الاقوال ما بين ان هي عمرها كان يمنيها 77 او 88؟ لا 77، هي مواليد 47. ايه هو المرض اللي توفيت بيه؟ هي كان جاله كانسر من 3 سنة، وبس يعني النهايه كانت بسبب نزيف في المخ، جالها بسبب طبعا المرض. بقول الله ربنا يرحمها. سيولها جالها نزيف في المخ، دخلت على اسره في الغيبوبه دي، قعدت حوالي 10 ايام. هل كنتم مخبين عنها المرض؟ عنها حقيقة المرض عمرها ما عرفت، يعني لغاية لما دخلت في الغيبوبة ما كانش حد عارف خالص، وهي كانت بتعالج وهي مش عارفة ان هي بتعالج منه ده بسبب الكانسر، لان هي كانت الحالة متأخرة، فكان ما بتاخدش كيماوي، بتاخد حاجات تانية زي الكيماوي بس مش متعبة، فما كانتش عارفة. كنا مخبين عنها عشان حتى النفسية، عشان ده كان طبعا بيأثر على حياتها النفسية وعلى شغلها. ممكن تقول لنا بس عن اخر مشاركاتها في الاعمال الفنيه؟ هي كانت بتصور الايام اللي فاتت دي، وبدات فعلا تصوير يومين او كده في عوده سيره طاقه الاخفاء، اعتقد اسمه كده، او سيره طاقه الاخفاء. ده كان مع فنانين مين؟ كان مين يشاركها في العمل الفني؟ والله بس انا مش عارفه، لان انا مش لما بروح معاها طبعا اللبسه بتاعتها اللي بتروح، فبصراحه ما كنتش عارفه في الاواخر، ما كنتش متابعه، لان كنت يعني عندي شغلي مشغوله بيه هنا، ف مش متابعه، دايما مش بتابع، بتتعرض العمل اللي كنت بشوفه، لكن ما ببقاش متدخله في ال. ما حضرتك ما فكرتيش تخشي في الاعمال الفنيه؟ لا، انا عندي البيزنس بتاعي في كندا، والحمد لله ناجح وبتابعه، اتجاهي حاجه ثانيه خالص. حابه تقولي لها ايه؟ والله وحشتيني، واليوم اللي انت سبتيني فيه ده كان يوم صعب، وانا كنت عارفه ان انا يوم عيد الام يا هكون بدفنها يا هكون باخد العزاء، انا كنت حاسه بكده. هل فعلا صرحتي لبعض الصحفيين ان انت هتروحي يوم عيد الام التراب؟ ايوه مظبوط. وتقضي يوم عيد الام هناك؟ لا، ما قلتش كده، انا قلت انا عارفه ان انا يوم عيد الام يا اما كنت هدفنها يا اما كنت هاخد العزاء، لان هي من قبلها بيومين وهي تعتبر مرحله خلاص. ف بقى النهارده ما رحتش العزاء، ما رحتش المدافن، لان انا كنت بقالي 10 ايام ما بنامش، نمت امبارح ما صحيتش النهارده العصر، يمكن كتر التعب والارهاق اللي انا فيه، فجيت على طول على العزاء. بس ان شاء الله الخميس هكون طبعا طالب هناك في المدافن طبعا. ان شاء الله ربنا يكون في عونك. تحبي تقولي كلمه لكل اللي منشارك معاكي العزاء والجنازه؟ طبعا طبعا، الناس كلها اللي جت على راسي، الناس تعبت نفسها في الزحمه وفي الايام اللي احنا فيها دي، وعشان تجي لي تواسيني، والناس اللي كلموني والفنانين اللي كلموني وقولي في البيت وكلموني اعتذروا لي ان هم في ناس مش قادره تيجي العزاء هنا علشان بيصوروا طبعا حاجات رمضان، طبعا بشكرهم جدا، وما عاد ان هم يقولوا لي طبعا، وكتر خيرهم كتر خيرهم كتر خيرهم. شكرا لحضرتك.